في الحقيقة دايما الاختلاف بيعني التميز. في فنان مصري بيرسم بطريقة غريبة، طريقة مميزة، وهي في حقيقة الأمر طريقة غير تقليدية. بيستخدم أشعة الشمس، الرملة، وبيستخدم البيض كمان، وبيطلع رسومات مبدعة جدا، سواء بقى لشخصيات لمناظر طبيعية. في تفاصيل مختلفة بتحصل بتدل اللي احنا قدام شخص مختلف وأيضا شخص مميز. تعالوا نتابع الرسومات دي من خلال هذا التقرير. باستخدام ضوء الشمس والرمال والبيض ومواد أخرى غير تقليدية، بيرسم حسام جمال صور لشخصيات شهيرة بطريقة مبهرة. حسام بيستخدم عدسة محدبة وبيفضل واقف في الشمس علشان يرسم بورتريه للممثلة مارلين مونرو من خلال حرق لوح من الخشب. بيقول حسام إن طريقة الرسم دي بتجبرك إنك تفضل واقف ساعة في الشمس علشان خاطر تطلع رسمة، ده شيء مضر جداً للإنسان ومضر للعين، بس في سبيل إنه بيحب الفن ممكن يعمل أي حاجة. صعوبة الرسم ده طبعاً إن أنت بتفضل واقف ساعة في الشمس عشان خاطر تطلع رسمة، فده شيء مضر جداً للإنسان وشيء مضر للعين، بس في سبيل إن أنا بحب الفن أنا ممكن أعمل أي حاجة يعني. ودي طبعاً رسمة لمارلين مونرو. كمان حسام بيقول إن النوع ده من الفن مش منتشر لا في مصر ولا بره مصر، وبيكون قليل جداً، يعني مفيش الإمكانيات أو المسارح اللي هي ممكن تعرض حاجة زي دي في مصر. لا مش منتشر خالص يعني، قليل جداً، لأن مفيش، أنا شايف إن مفيش يعني الإمكانيات أو المسارح اللي هي ممكن تعرض حاجة زي كده يعني، حتى لو حد مارسه بيبقى صعب إن هو يقدمه مثلاً. وفي عمل آخر قام حسام بالرسم على مكعبات مصنوعة من الورق المقوى أبيض اللون، وتم وضعها بترتيب عشوائي، وفي الآخر بتكتشف إنها صورة لشخصية جاك سبارو اللي أداها الممثل الأمريكي جوني داب في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي. حسام قال إنه عمل الصورة دي علشان كان متعاطف مع جوني داب في قضيته الأخيرة. جوني ديب طبعا شخصية جاك سبارو، وأنا بحب الشخصية دي جدا، وكان هو ترند في الأيام اللي فاتت ديت طبعا القضية بتاعته، فأنا كنت متعاطف معاه يعني، وحبيت إن أنا أرسمه وأوصل الفكرة بتاعتي. هي ديت هواية ليا، أنا شغال في شركة إنشاءات، فشايف إن كل واحد ما يتخلاش عن موهبته، لأن هي ديت اللي بتديله الحياة، وهي بتساعده إن هو يكمل في الحياة ويكون بيعمل حاجة بيحبها. واخترت النوع ده من الفن خصوصا لأن مش كل الناس قادرة إن هي تروح معارض، فأنا فكرت إن الناس ديت إن أنا أوصل لهم بالفيديو بتاعي. كل واحد معاه تليفون بيشوف آخر اليوم الحاجات اللي هي بيدور عليها، الحاجات اللي هي بتغير موده في آخر اليوم. من بين أعماله الفنية الأخرى لوحة للنجم محمد صلاح، صنعها من خلال رش حبات الرمال على خطوط رسمها مستخدماً الغراء، وكمان لوحة للموناليزا رسمها عن طريق طهي البيض في مقلاة.